السلام عليكم، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم هنشوفوا الدرس الثاني مايكروسوفت أوفيس وورد بالنسبة لفورماسيون اون دي روتيك. ألوغ بالنسبة لي مازال ما شافش الدرس الأول غير لقى الرابط في صندوق الوصف ولا في لاشين. كنا درنا فيه لا ديسكريبسيون ديال الانترفاس مايكروسوفت أوفيس وورد وكيفاش نسجلوا لو دوكيمون ديالنا، وسي شفنا هاد لو جروب بوليس. اليوم غنشوفو الجروب باراغراف اللي خاص بالفقرات ديال التكست اللي كنكونو كاتبين لو دوكيومون. انا ديجا جبت واحد التكست هنايا باش نخدمو عليه ان شاء الله. الو، بالنسبه للجروب باراغراف كيتعلق باي حاجه خاصه بهاد لي باراغراف بالفقرات ديال النص. اول حاجه كيف ندير نعرف شحال ما عندي من فقره في النص ديالي؟ اول حاجه غنسيليكسيوني النص هكا، كنترول ا، تنبرك على كنترول ولا لا ليترو ا على وقت قد نسيليكسيوني النص ديالي كله. الوغ عندنا هاد لوتي هنايا، هادي تتحدد ليا شحال عندي من فقره في النص. ملي تنبرك عليها كيف ما تشوفوا ها هما تيحددوا لي شحال عندي من فقره في النص. الفقرة الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ولا بالنسبة هنايا عندنا ثمانية ديال الفقرات كيفما تتشوفو. عندنا هنا بالنسبة لهاد لافيش شحال عندي من نقطة، شحال درت من نقطة في هاد الفقرة هادي. لو قلنا هاد لوتي تتحدد ليا شحال عندي من فقرة في النص، من بعد غنجي لهادو فين كاينين هنا الكتابة. الوغ هادو تيحددو ليا لانيمون ديال التكست. عندنا اليني لو تكست اغوش، يعني باغ ديفو في فرونسي تيكون لو تكست اليني اغوش من لاس اليمين. وعندنا هادي ديال اليني او سونتر، غالبا هادي تنحتاجوها من تيكون لو تيتر تنبغيو نديروه في الوسط. وهذه العربية غالبا تيكون من اليمين اليسار. وهذه جوستيفيي، احنا نشوفو كل حاجة. هذه جوستيفيي تتخلي الصورة ديالي بحال مقدم، بحال كاتبة شي بوام، شي قصيدة. الوغ نطبقوهم ونشوفو كل وحدة لاش تصلح. بالنسبة للفقرة الأولى غنطبق هاد لانيو مونغوش اللي هي ديجا باغ ديفو. فوالا، لوغ بالنسبة للفقرة الأولى غندير لانيو مونغوش انتما كيفما تلاحظو مكانش تغيير اللي هو لأنه هو ديجا أغوش. غنجي نديرو أو سونتخ كيفما تشوفو هنا أو سونتخ لاباج، يعني كل سطر جاي عندي في السونتر ديال الصفحة. أليني أدغوات مثلا كما تشوفو هنا، نعاود أغوش أو سونتر أدغوات. بالنسبة لجستيفيي كما تشوفو غندير جستيفيي، هو تيولي عندي قد هنا قد هنا، يعني تيحاول يرد ليا لي مو قد ميبقاش شي مو خارج على الجهة لخرى. جستيفيي عندي فيها جستيفيي أون با، جستيفيي أو ميليو، و جستيفيي أون. حتى لي مو تيحاول يوسعهم ليا باش يجي كلشي قد. ألوغ شفنا جستيفيي، فوالا تجي قد هنا قد هنا، تجي داكشي مسطر. من بعد هاد لالينيومون ديال الباراغراف عندنا هادو لي زانتيغلين. لي زانتيغلين اش يصلحو؟ تيسمحو ليا نموديفيي لاسباس اونتخ لي لين، يعني اما نكبر لاسباس ما بين سطر و سطر ولا نصغر لاسباس ما بين سطر و سطر. مثلا هاد لي ليني هادو اللي عندي هنايا، فوالا نقدر نوسع بيناتهم. ف
ثلاثة، جوج وناس، جوج هنا كيف ما تتشوفوا. ها هو توسع لي هنا السباس ما بين كل سطر. بالنسبة لهذا كنت نديرو حتى أن ألينيومون بالنسبة للين، حتى بالنسبة للباراغراف. غادي نشوفوها. Ensuite, on a l'alignement de la trame. La trame de fond. La trame de fond, c'est l'arrière de l'écriture. Il y a l'écriture. Voilà. Trame de fond applique une couleur en arrière-plan. Et donc l'arrière-plan, c'est un dérouage long. Derrière le texte, c'est un dérouage mon texte, mon paragraphe, est déjà sélectionné. Et donc, dans le texte, il faut appliquer les outils pour être sélectionné. Voilà. Et la trame de fond. ويحدث هذا اللون هذا. مونطرام دو فون عندي هنا لي بوغدور. لي بوغدور إلا جيت لهاد لافليش لي كاين هنايا، يعني إلا بغيت ندير الجوانب الباراغراف، نخدمو على هاد الباراغراف الثانية. عندنا بوغدور انفيريور، يعني كاين تندير السطر غير من التحت ديال الباراغراف كيفما تشوفو هكا. وعندنا bordure supérieure, on a d'abord la ha, beaucoup de textes, les bordures. On a bordure gauche, on a le strac à gauche, on a bordure droite. On peut de fond là, du retour les bordures, pour être saoulé à la carénation. Had aucune bordure, je ne sais pas, had les bordures. Et là, on peut dire tous les bordures. ماذا تشوف؟ هذه تسدير لي اطار وتاثر لي الفقره ديالي. الى ما بغيتش واحد البوردور اللي هي سامبل، نقدر نجي لهاد لافليش هادي وندير بوردور اكرام. تعطيني هاد المنيو هذا، نقدر فيه نختار اي شكل البوردور. مثلا ناخذ لاكوب وندير اوكي. فوالا يكون عندي واحد البوردور اللي مزوق. الوغ اوسي من هاد المنيو هذا ديال بوردور اترام، نقدر نختار لا ترام دو فون. نجي لترام دو فون، نختار لاريير بلان، نختار بلو وندير اوكي. الوغ في نفس المنيو غنشوفو كيفاش نديرو لي بوردور. هاد المرة ماشي الباراغراف ولكن لي فراز. كل سطر غنديرولو لي بوردور ديالو. الوغ ديما في هاد المنيو ديال بوردور اترام، غنجي لبوردور اترام فوالا، غنختار بوردور هنا ونجي ندير اونكادغومون. مثلا تشوفو هنا عندي باراغراف وعندي تكست، دو شوا باراغراف و تكست. المرة الأولى كنا درنا باراغراف، هي لي عطاتني هاد لي بوغدور ديال باراغراف. دابا غندير لي بوغدور التكست باش نشوفو الفرق. مثلا غادي نختار واحد الكولوغ ديال البوغدور، فوالا، نقدر نختارو نديرو غير بوغدور سامبل، نخليو هاد الأولى هادي بوغدور سامبل، وندير أوكي. نتوما كيف ما تشوفوا الفرق، كل سطر دات اونكادراليه، داروا لي بوردور في كل سطر. فوالا، هذا هو الفرق ما بين لي بوردور باراغراف والبوردور تكست. بوردور تكست التكست ديالي كله تيت اونكادرا، والباراغراف تجمع الباراغراف كامله في شي بوردور. لي بوردور هما مهمين، تنحتاجوهم ملي تنبغيو نصوبو الامتحانات.
الوغ كيف ما درنا درام دفون هنايا درنا لاغيير بلون لونه، نقدو نلونو غير لاغيير بلون ديال ليكريتور. الوغ ديما في نفس المنيو غندير لا فليش، غندير بوغدور درام، درام دفون هاد المرة غنختار لي كنت في بوغدور غندير درام دفون. نختار الكولور اللي بغيت لون بها لاريير ديال لو تيكست مثلا هذا. فوالا هنا تعطيني دي ستيل دوغري ديال الكولور الاخرين. نجيو نختار التكست ندير اوكي. فوالا نتوما كيما تشوفوا، شوفوا الفرق ما بين لاريير بلان ديال الباراغراف هنا غير ديال لي لين. فوالا اونسويت عندنا نفس المنيو ديال بورديغ اترام، هاد بورديغ دو لاباج، عندنا بورديغ دو لاباج. بورديغ دو لاباج اش يصلح؟ يعني هاد الصفحة كاملة نختار ليها واحد الكادر، يعني ماشي غير باراغراف، من الورقة ديالي كاملة هادي نختار ليها واحد الكادر. غنجي ونختار مثلا شي بوغدور، غنختار مثلا هاد لاني كاسي، ندير لها اوكي. كما كيف ما تشوفوا هي الصفحة ديالي ولا عندها واحد الكادر. هادشي من باب ديكوراسيون ديال الورقة. فوالا راه شوفوا معايا مثلا هاد الباراغراف تيهضروا فيها على ثلاثة النقط، يعني ملي يكون عندي مثلا شي حاجة بغيت نفسر فيها ثلاثة النقط ولا ثلاثة وجهات النظر، تنستعمل دي بوان باش نفرز الهضرة وفي نفس الوقت باش نبين نوضح في التكست ديالي. الوغ هاد لي بوان هادو كيفاش نديروهم؟ هادو كنعيطولهم لي بوس. لي بوس يعني الى ما كانوش مثلا تنسيليكسيوني الباراغراف ديالي وتنجي تندير بالنسبه لكل جمله، تكون عندي هنا الجمله الاولى، الجمله الثانيه، الجمله الثالثه. الوغ تنجي تنختار دي بوس، نختار هادو، تنبرك لهاد لا فليش وتنختار الشكل اللي بغيت لي بوس. هلا يكون عندي هادو دي بلوس، يعني اون فوا تندير مرة ثانية اونتخي باش نكمل الكتابة، هاد لابيس هادي تدار ليا اوتوماتيكمون. حدا هاد لي بلوس عندنا نيميروتاسيون. نيميروتاسيون تنبغي نرقم، تنقول مثلا نهضر اولا ثانيا ثالثا، ولا تنبغي نرقم دي زيكزارسيس، تنستعمل هاد نيميروتاسيون، نختار الشكل اللي بغيت. فوالا كيما تشوفو عندنا النيميروطاسيون هنا بالقوس، هنا بلا قوس، هنا بلي لاتر. فوالا نختار النيميروطاسيون لي بغيت. اونسويت عندنا هادي هي ليست ا بليزيوغ نيفو. هادي فوقاش نستعملوها؟ ملي كيكون عندي مثلا شي موضوع كبير اللي غادي نتطرق فيه بزاف النقاط، يعني خصني ندير لو تيتر الاول، لو تيتر الثاني، لو تيتر الثالث. غيكون لو تيتر الاول بحال اولا كبيره، ثانيا صغيره، ملي كنا تنقراو اولا كبيره ثانيا صغيره، يعني تيكون عندي بزاف لي تيتر خصني نقسمهم. اونسويت عندنا هادو لي غوتري. لي غوتري لي غوتري بحال تندير ازاحه للباراغراف ديالي، نخدم على هذا اخر باراغراف. الوغ نختم على هاد الباراغراف الاخرى، غندير مثلا هاد لوغوتخي، غندير واحد الازاحة ليمن التكست ديالي. فوالا، ومن بعد نبدا ندير ازاحة لاسر. هادو دي غوتخي تنزيح شوية التكست ديالي. فوالا، الوغ هادو هادي نورمالمون تكون اوتوماتيكمون اكتيفيا لانني تنكتب
التكست من الجوش الأدوات، يعني تنكتب من لسان اليمين، ولكن لو بغيت نكتب العربية ضروري خص تكون الشهادية هي، يعني تنكتب التكست من اليمين يسار بدوات أغوش. ولا هادو هما لي زوتي لي مهمين في هاد الباراغراف. دونك حتى الكروب باراغراف عندو هاد لافليش هادي لي تدخلني لي زوبسيون. هاد لي زوبسيون تنقدو نلقاهم في واحد لا بيتيت فينيتر، ها هي. الوغ عندنا في الجهة الأولى روتخي إلى زيسباسمون، يعني عندنا هنا لالينيومون، هاد لالينيومون هو لي كنا شفناه هنا. عندنا غوش دروات سونتري جوستيفيي و لي زوبسيون ديال جوستيفيي اون با او ميليو اون او، هما هادو. اونسويت عندنا دروتري، هادو لي كنا شفناهم دوك الازاحات لي كنا تنديرو. هنا عندنا دي سنتيمتر، هي هاد الباراغراف نطبقو عليها هاد لي روتري دي سنتيمتر. مثلا افون لو تيكست غندير واحد لو روتري ديال 2 سنتيمتر، هاي كما تشوفوا دات روتري ديال 2 سنتيمتر. يعني هنا دات ليا واحد الازاحه صغيره ديال 2 سنتيمتر من مول الهامش اللي انا محدداه، من مول هاد الهامش هذا اللي انا محدداه هنا. فوالا فوالا، غادي نرجع للمنيو اللي هو هذا، غندير عاوتاني واحد الازاحه هنايا، نرجع هادي هكا كيف كانت، غندير هنا واحد الازاحه. مي دابور جو دوا سيليكسيوني هاد لو تيكست، الوغ غنرجع لهاد المنيو هذا اللي كاين هنا، فوالا غنرجع هادي كيف كانت ولا نخليها، يعني نقدو نخليو لي غوتخي بجوج ماشي مشكل. غنجي دابا ندير غوتخي ابخي لو تيكست، غندير واحد جوج سنتيمتر حتى هنا، فوالا ندير اوكي. الوغ هنا دات ليا واحد لوغوتخي ديال 2 سنتيمتر. بصي عندي هنا واحد لوبسيون مهمة بزاف، عندي لوغوتخي ديال بوميييغ لين، يعني غير السطر الأول هو اللي تكون عندو الإزاحة وداكشي يبقى هما هما. الوغ غنديرو هنايا مثلا البوميييغ لين باش تبان لينا، ندير واحد 3 سنتيمتر، فوالا نجي ندير اوكي. كما كما تشوفو بقات هنا ليا واحد 3 سنتيمتر، يعني هادي غير بوميييغ لين. الوغ هادشي اكثر حاجة مهمة في المنيو غوتخي اي اسباسمون. نتمنى الدرس اليوم يكون فيكم مزيان، وغادي نديروا واحد المراجعه صغيره على هادشي اللي هضرنا عليه اليوم. الوغ هضرنا على لا لينيومون ديال التكست اللي تسمح لي نخلي اما التكست ديالي يكون اليني ا دروات او اليني ا غوش باردون او سونتر ا دروات، ولا يكون جوستيفي، يعني تيكون مقاد، يعني من هنا ومن هنا تيكون داكشي مسطر. هضرنا على لي بوس لي تنزيدوهم الى بغينا نديرو دي بوان في الباراغراف، ولا كنا غنهضرو على لي باراغراف. هضرنا اوسي على لي ميغوطاسيون الا بغينا نرقمو دي زيكسيرسيس مثلا. هضرنا اوسي على هاد لغوتخي، لغوتخي لي تيعطيني الامكانية ندير ازاحة ديال التكست ديالي اليمين ولا اليسار، ولا غير السطر الاول لي نديرو الازاحة. اونسويت هضرنا على هاد لسباس اونتر لي لين لي تدخل لي تسمح لي ندير واحد لسباس اونتر لي لين حنا لي تنحددو، مثلا هاد لسباس هاكا اونتر لي لين. اونسويت هضرنا على هاد ترام دو فون لي تخليني ندير واحد الكولورياج لاغيغ ديال الباراغراف واللي فيها جوج انواع، يعني الباراغراف والتكست. مثلا نجيو هنا نديرو بوردور ترام، تندير اما باراغراف بوردور الباراغراف ولا بوردور التكست بوردور بلوتو اما الترام فون ترام، يعني لاغيغ بلان ديال الباراغراف ولا ديال التكست. يعني
إما لاغيير بلان ديال باراغراف ولا لاغيير بلان ديال تكست. أونسويت هدرنا على هاد لي بوردور هادو، نقدو نزيدوهم في الباراغراف، نقدو نزيدوهم أوسي في التكست، نقدو نزيدوهم في لاباج ديالنا كاملة. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس الثاني في الفورماسيون مايكروسوفت أوفيس وورد اللي خصصناها في الجروب باراغراف، يعني شفنا مزيان الجروب باراغراف. من بعد ان شاء الله غادي نكملوا هاد الفورماسيون، غنشوفوا حوايج واحد اخرين، وغيزيد يتوضح لنا ان مايكروسوفت اوفيس وورد راه ابليكاسيون اللي ماشي صعيبه بزاف، خصها غير الواحد يفهم وصافي. الوغ باش تشجعوني كيف ما ديما ديروا ابوني، وإلا عجبتكم وفهمتم من هاد الدرس خليو ليا جيم. إلا عندكم شي تساؤلات أكيد أكيد غنجاوب عليهم، خليهم ليا غير في الكومنتار. وباش يوصلكم الدرس التالي فعلوا الجرس. شكرا بزاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.